بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح نشرح المثال هذا عملي على الاس كيو ال، تمام؟ هنطبق عملي على الاس كيو ال. يعني هذا الكود اللي المفترض انه بيطلع جنريتد من هنا، هذا الكود راح نتعلم كيف نكتبه احنا، مش انه ناخده من الاي ار بي نفسه. اولا الفرق بين الاي ار دياجرام والسكيما والداتا بيز سكيما، قلنا انه الداتا بيز سكيما هذه مباشره انا بحولها الى ايش؟ الى كود اس كيو ال مجرد النظر اليها، زائد انه السكيما هذه بتكون موزعه الفورين كي فيها، فهي هذا فورين كي، هذا فورين كي، فورين كي موجوده الفورين كيز. الاي ار دي دياجرام ما بيكون فيه الفورين كيز هذه، تمام؟ هذا الفرق الأساسي ما بين الاثنين. فخلينا نبدأ نكتب الكود اللي راح نستخدمه لبناء قواعد البيانات هذه بتاعت الشركة. فراح أنشئ أنا داتابيز فاضية أسميها My Company Database. أوكي. أوكي. داتابيز فاضية. اي خصائص الداتابيز موجوده في المسار هذا، وما فيها ولا جدول طبعا، وما فيها ولا اي شيء. الجداول راح نضيفها كتابه. فتعلمنا المره الماضيه كيف نكتب جمله كرييت. فاحنا اول جدول بدنا نعمل له كرييت. خلينا نبدا مثلا منها، من جدول البروجكت، تمام؟ اوكي، نبدا من جدول البروجكت. فاي كرييت بروجكت، طبعا اللي دائما اسماء الجداول يفضل ان نكتبها بالكابيتال لتر، بس عشان الصوت يا ريت ترد الباب عشان الدوشه. كرييت تيبل، اول حقل فيه اللي هو عندنا البروجكت نمبر، هاي البروجكت نمبر، وطبعا نوعه راح يكون انتجر. هاي نضغط تاب كده، هاي انتجر، اوكي. وهو البرايمري كي لانه في تحتيه خط، فنكتب هيك برايمري كي. اذا اليوم احنا راح نتعلم كيف نكتب الكود هذا. احنا واحنا تعلمنا المره الماضيه كيف جمله الكرييت هذه مكوناتها، انما اليوم احنا راح نطبق هذا الكلام كله على مثال عملي واحد كامل متكامل. فهي عندي اول خاصيه، طبعا ما بنساش الفاصله العاديه. الخاصيه الثانيه اللي عندي اللي هو البروجكت نيم، هاي البروجكت نيم، بحطه مثلا var var car. قلنا انه ال SQL مش فارقه عندها capital letter و small letter، فعشان هيك ممكن نستخدم capital letter و small letter عادي يعني. بس ممنوع نستخدم الكلمات المفتاحيه اللي زي primary key اللي باللون الازرق هذه، و var car و integer. ممنوع برضو نبدا بارقام، وممنوع يكون في عندي فراغات. يعني هذه الخصائص الحقول والمسميات بشكل عام. الان كيف بنكتب؟ بنكتب اسم الحقل، وبنكتب نوعه، وبنكتب اي قيود عليه اذا كان في قيود. فمثلا بي نيم بدي احطه نط نل، ايش يعني؟ ليس فارغا، تمام؟ نيجي بعد هيك للبي لوكيشن، بي لوكيشن نوعه var car برضو نخلي 30 حرف معين، وممكن برضو يعني مش مشكلة حسب ايش المثال يعني موجود. يعني مثال يعني بلاش نحطه نل، بدون نط نل يعني ممكن يكون نل يعني. يعني اذا ما حطينا القيد بكون ممكن انه ياخذ القيمة الفارغة نل. بضل عندي الديبارتمنت نمبر، الديبارتمنت نمبر هو عبارة عن فورين كي، يعني هيو مكتوب على اقباله فورين كي. بنطلع على اصله، فاحنا تعال نطلع على اصله. الان نرجع هيك 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 نطلع فوق، هو يشير الى الديبارتمنت نمبر هذا تاع الديبارتمنت. طيب احنا لما بدنا ننشئ جدول الديبارتمنت، هذا الديبارتمنت نمبر اللي هو البرايمري كي، ايش نحط نوعه؟ اكيد نحط نوعه اللي هو انتجر، مظبوط؟ فلازم هذا يكون نوعه انتجر. حتى احنا لو وقفنا عنده هيو، لو نزلنا تحت هيو ديبارتمنت نمبر، هو عباره عن فورين كي مكتوب هي فورين كي داتا تايبس كانت بي تشينج. يعني لو ضغطت على اي عنصر ثاني هي ما في له داتا تايب. ليش؟ لانه هو الداتا تايب بتاعته
ترجع لأصله. لكن في الكود كيف بنكتب؟ نكتب نوعه هنا انتجر لأنه نوعه نفس نوع أصله يعني، فهو فورين كي. طيب الآن فورين كي هذا هاي بدي أحط فاصلة، فيش عليه قيود. كيف بدنا نعمل القيد تاع الفورين كي؟ قلنا بنكتب الفورين كي بالشكل التالي، بنكتب فورين تمام كي، وبنكتب بين قوسين مين هو الفورين كي اللي هو الديبارتمنت نمبر اللي عندي، هذا اسم الاسم الحقل اللي عندي تمام. بدي اقول انه هو ريفيرنسز، لازم اكتبها صح، ريفيرنسز تمام، يشير الى. الان ايش اسم الجدول راح يكون؟ راح يكون اسمه ديبارتمنت، فبنكتب ديبارتمنت وبين قوسين بنحط الحقل اللي هو المفتاح الاساسي تاع الديبارتمنت اللي بتشير عليه اللي هو نفس اسمه ديبارتمنت نمبر، هاي راح يكون نفس اسمه ديبارتمنت نمبر تمام. اوكي بنسكر القوس تاع الريفرنسز هذه، بننزل تحت بنسكر القوس تاع الكرييت كلها، والفاصله المنقوطه ما ننساهاش، مهم جدا الفاصله المنقوطه بعد كلمه الكرييت. اذا هاي عندي الجدول الاولاني، جدول البروجكت كرييت بروجكت كرييت نسيناها الكلمه كرييت تيبل، كرييت تيبل ما ننساهاش هيني انا نسيتها، كرييت تيبل بنكتب اسم البروجكت اسم المشروع او اسم الجدول، بعدين بنحط اللي هو اسم الحقل نوعه، بعدين اي قيود عليه، اسم الحقل نوعه اي قيود عليه وهكذا. ما ننساش مره ثانيه هيني انا نسيتها كرييت تيبل، ما ننساش الجمله. طيب نيجي تحت هنا كرييت برضو كرييت تيبل، الجدول الثاني اللي هو جدول ديبارتمنت، خلي هاي ديبارتمنت ما ننساش انه نفس الاسم اللي هنا مستخدمينه نفس اللي هنا ديبارتمنت، هذا اسم الجدول تمام. نيجي نشوف ايش في حقول، في ديبارتمنت نمبر اللي احنا اشرنا عليه قبل شوي، هذا ديبارتمنت نمبر، راح خلينا نحط القوس دائما هنا ارتب، فهي تي نمبر تمام، وايش نوعه؟ نوعه انتجر تمام، وهو البرايمري كي. البرايمري كي قلنا نستذكر هيك مع بعض، قلنا هو بيشمل النطنل وبيشمل اليونيك تمام، بيشمل قيدين يعني. في عندي ديبارتمنت نيم، الديبارتمنت نيم ولاحظوا انه مكتوب قباله مقبول، مكتوب قباله حرف اليو، اذا وقفنا هنا هاي ديبارتمنت نمبر تمام، ديبارتمنت نيم عفوا، مكتوب قباله حرف اليو يعني هو يونيك. ايش يعني يونيك؟ انه هو فريد لا يتكرر، فاحنا بنحطه انتجر عفوا فاركار، نوعه فاركار، فاركار مثلا طبعا غلط، فاركار نكتبها صح، لازم نكتب الكلام صح والا راح يطلع عندي خطا، مثلا 30 حرف وهو فريد يعني لا يتكرر، فايش بعمل؟ بروح بحط قباله يونيك تمام، فريد معناه لا يتكرر. اوكي نيجي للحقل اللي بعده اللي هو مانجر ستارت ديت، اي ام جي ار مانجر ستارت ديت، الاسم طويل مش مشكله، نوعه ديت لانه هذا تاريخ بدايه المدير، المدير امتى استلم منصبه، نوعه ديت، فخلص خلي مش ضروري نحطه نال او نال، خلص نوع من غير قيود. نيجي للي بعده، ما في قيود عليه يعني. مانجر اس اس ان، هاي ام جي ار تمام، مانجر اس اس ان رقم المدير، ولاحظوا انه هذا فورين كي، فالفورين كي دائما بطلعش انا هنا، برجع الاصل بلاقي انه هو بيشير للامبلوي، والامبلوي لما بدنا نعمل اس اس ان اللي هو رقم الامبلوي يعني رقم الموظف بدنا نحطه انتجر، فاحنا بنحطه هنا برضه انتجر لانه هذا فورين كي لازم يشير لاصله بنفس النوع، فما فيش عليه قيود. وبنكتب نفس الكلام اللي فوق هذا ننسخه، مين هو الفورين كي وريفرنسز لمين، هاي فورين كي مين هو؟ المانجر اس اس ان تمام، يشير الى امبلوي، خلينا نغير هذا امبلوي اس اس ان عشان يكون الشيء دقيق. فبعد هيك بنسكر الجوز تاع التيبل وبنحط فاصله منقوطه. هاي الجدول الثاني، سهل ولا صعب؟ ايش رايك؟ سهل ها؟ اذا عندك اي اسئله يعني اساليني ما في مشكله. نيجي للي بعده اللي هو جدول، ناخذ مثلا جدول امبلوي، هاي جدول امبلوي
عفوا كرييت كرييت تيبل تمام امبلي بنحط الكورس وبننزل تحت بنحط الحقول. يلا اس اس ان فيرست نيم لاست نيم نحطهم هيك تحت بعض على السريع ديت اوف بيرث تمام. في عندنا الادرس في عندنا الجندر تمام وش في عندنا كمان السالري السالري في عندنا سوبر اس اس ان تمام خلينا نصفطهم تحت بعض يعني اساس مع انه مش هيك بنشتغل بس يعني بديش اقعد اظني انقل بينهم. في عندنا ديبارتمنت نمبر تمام بديش اقعد انقلهم واحده واحده فهيني عشان ما انساهمش. الاس اس ان هو البرايمري كي فهو نوعه انتجر ما ننساهوش هو البرايمري كي القيد اللي عليه انه هو برايمري كي هي فاصله. الفيرست نيم طبعا بنحطه فاركر نحطه مثلا 20 حرف ومعي اذا هو نت نل ممكن نحطه نت نل انه لا يمكن ان نوظف من غير اسم يعني لا فيرست نيم ولا لاست نيم نسخ هذا ولا اللاست نيم حتى كمان نفس الشيء. الديت اوف بيرث بده يكون تاريخ يبقى ديت تمام فاصله. الادرس ممكن يكون فاركار مثلا 30 حرف خليه ممكن يكون نل بلاش يعني نقيدها كثير تمام يعني حسب المثال طبعا انا بقول حسب ايش مطلوب بطلب الزبون تمام. الجندر كاركتر واحد تمام ممكن نقول كاركتر واحد زي هيك او كار كاركتر نسيبه كاركتر واحد يا اف يا ام يعني تمام. وكيف بدنا نفحص انه هو يا اف يا ام يعني ممنوع ياخذ ممنوع ياخذ اي حرف ثاني ايش بنعمل؟ ممكن في قيد احنا اخذناه اسمه تشيك في حاجه اسمها تشيك ان تمام وبفتح جوز وبقول له انه تاكد انه هو يا اف تمام فاصله او ام. شفتوا كيف؟ هذا القيد هذا قيد هذا قيد تشيك اخذنا قيد تشيك احنا بس في واحده منه في فيرجن منه في نسخه منه انه ممكن مثلا اتاكد انه الكاركتر هذا يا اف يا ام. طب لو كان مثلا انا الادرس بدي اياه يا غزه يا مثلا رفح نفترض كيف بعملها؟ هاي تشيك ان بفتح جوست بحط غازه كامله غازه نفترض مثلا فاصله رفح تمام رفح نفترض انه العنوان يا غزه يا رفح مثلا يعني اذا كان بده شيء زي هيك. فتشيك ان هذه تستخدم للتاكد والتحقق انه شغله معينه موجوده ضمن شغلات انا بحدد له اياها يعني زي لستة يعني. فاحنا بدناش الادرس لا بدنا الحرف هذا حرف خلاص على قد الحرف بستخدم تشيك ان انه يا اف يا ام. طبعا لازم يكون محتوى يا اف يا ام يعني قلت لما نيجي نعمل الانسيرت للقيمه هذه الجندر هي فيميل يا ميل تمام. السالري بدنا نحطه قيمه اللي هو قيمة بنسميها اللي هي دبل أو ريال يعني ريال المقصود فيه إنه قيمة فيها كسور عشرية لأنه السلاري ممكن يكون فيه كسور عشرية فهي ريال. السوبر اس اس ان هذا عبارة عن لو نرجع هاي السوبر اس اس ان هو عبارة عن فورين كي بيأشر على نفس الجدول على الاس اس ان هذا يعني هو السوبر اس اس ان بيأشر لهذا فنوعه لازم يكون نفس نوع هذا فبحطه انتشار. طيب هاي فاصلة كمان شوي بنكتب الفورين كيز تحت والديبارتمنت نمبر نفس الشيء. الديبارتمنت نمبر هو فورين كي بيأشر على اخوه هذا ابوه هذا الديبارتمنت اللي احنا عملناه هي يوهانا بيأشر على هذا ايش نوعه برضه نوعه انتجر فبنيجي هنا بنحطه برضه نوعه انتجر. هاي فاصلة ما ننساش الفواصل هذول. اخر شيء في عندي اثنين فورين كيز فبدي انسخ يعني جملة الفورين كيز هذا عشان ما نكتبهاش كثير هاي انا اسف بدي انسخها قديش مرتين مرة فاصلة هاي مرتين فالسوبر اس اس ان بده يأشر على الاس اس ان برضه ممكن ما نكتبش اسم الجدول هذا نكتب على طول اس اس ان لانه انا في نفس الجدول فمش مشكلة خليها امبلوي عشان نتأكد تمام. الثاني اللي هو الديبارتمنت نمبر تمام بدنا اياه يأشر على جدول الديبارتمنت وبنحط الدي نمبر هاي هذه الدي نمبر اللي هو البرايمري كي اللي بنأشر عليه. اخر حقل ما بنحط فاصله وراه بنسكر زي هيك بفاصله منقوطه. يبقى هاي عندي الكود مره ثانيه الكود كرييت تيبل امبلوي كتابه اللي هو
إنشاء جدول إمبلي، عندي الأس أس إن فيرست نيم واللاست نيم بالقيود اللي عليه، إشي برايمري كي، هذا الأولاني برايمري كي، وهذول أنا نل بدي أخليهم، تمام؟ والديت أوف بيرث عبارة عن ديت، والأدرس عبارة عن باركار، الجندر عبارة عن حرف واحد فقط، يا أف يا أم، بتأكد إنه هو يا أف يا أم. طبعا السالري ريال اللي هو مقصود فيه انه قيمه عشريه، والسوبر اس اس ان انتجر، هذول الاثنين فورين كيز، فبنساش اني اشير اليهم، خليهم يشيروا لجداولهم الاصليه. اخر حق ما بحط فاصله زي هيك غلط، بنساهاش، ما اشيل الفاصله، انما بسكر القوس هذا، هذا القوس هي اسكره هنا وبنحط فاصله. نيجي للجداول الثانيه، في عندي جدول اللي هو وركس اون، اسهل جدول هذا، هي كرييت تيبل، تمام، اسمه works underscore on، تمام، يعني الاسم دائما يفضل نحطه كابيتال لتر دائما اساس انه هو اسم جدول، ف works on، اوكي تمام، هاي الكورس. وفي عندي كم حقل، فيه ثلاث حقول اللي هو بي نمبر، تمام، وفي خلينا نكتب البي نمبر اللي هو يشير، هو فورين كي، تمام، يشير لمين؟ للبروجكت نمبر، ف نوعه لازم يكون انتجر، هاي انتجر، هو برايم، هو جزء من البرايمري كي، فما بنفع احط برايمري كي هنا زي ما قلنا، ليش؟ لانه مش هو لحاله البرايمري كي، كمان شوي بنورجيك كيف نكتب البرايمري كي، فهو هو فورين كي وفي نفس الوقت هو جزء من البرايمري كي. الاي اس اس ان، هاي اي اس اس ان، تمام، هو برضه نوعه انتجر لانه هو بيشير للاس اس ان اللي فوق، هاي انتجر، تمام، اوكي اوكي، هاي فاصلة. بيجي بعدين الاورز اللي هي عدد الساعات، هاي اورز اللي هو عبارة عن يعني خلي مثلا نوع انتجر، عدد الساعات مثلا اشتغل 4 ساعات 5 ساعات في المشروع 10 ساعات من غير كسور، خليها خلاص انتجر، هاي انتجر، تمام، وهاي تسكر هيك وحط فاصلة مضبوطة. ممكن نتأكد انه الانتجر انه هو ايش، تشيك، تمام، انه بنحط هاي جوس، بنحط انه الاورز، تمام، اكبر من زيرو، لانه ما بينفعش عدد الساعات يكون سالب، صح؟ يقول مثلا اشتغلت سالب واحد سالب اثنين ساعه، لا خلاص يعني هذا بنحط تشيك عليه، تمام. طيب ما ننساش الفورين كيز والبرايمري كي، لسه ما خلصنا. اول حاجه خلينا نحدد البرايمري كي، قلنا البرايمري كي ايش بنحطه؟ بنحطه البي نمبر، هاي شفتوا كيف؟ البي نمبر فاصلة والاي اس اس ان، هم الاثنين مع بعض البرايمري كي، هاي فاصلة. لسه كمان في عندي فورين كي، باجي بنسخ هذا، تمام، هاي نسخ، في عندي الفورين، اثنين فورين كي، هاي الاولاني وهاي الثاني. الاولاني اللي هو البي نمبر بشير الى البروجكت، اذا احنا نرجع نتاكد، هيو نرجع بي نمبر بشير للبروجكت بي نمبر، فبنكتب هنا بروجكت، ننساش ايش بي نمبر، هاي بي نمبر، تمام، والبرايمري والفورين كي الثاني اللي هو الاي اس اس ان، اي اس اس ان اسمه هيو عندي، يشير الى الامبلي اس اس ان، ونشيل الفاصله هذه، تمام، يعني هاي اللي عندي. يبقى هاي عندي works in، في عندي primary key التنين مكون من حقلين، هاي هم اللي هم هاد وهاد، وكل واحد منهم foreign key بيأشر على أصله، هذا بيأشر على project وهذا بيأشر على employee، تمام. هذه الأورز تأكدت إنها هي بس فوق الصفر، اللي هم ما ينفعش يكون رقم سالب. نيجي نشوف جدول تاني dependent، جدول آخر جدول، وفي عندي department locations، ماشي، خلينا نشوف جدول، هاي كرييت تيبل، تمام، جدول اللي هو ديبندنت، ديبندنت، تمام، هاي جوس، ايش في عندي؟ في عندي الديبندنت نيم، وعندي الاي اس اس ان، هذا هيكون فورين كي، وهيكون في عندي جندر، تمام، جندر، تمام، وفي عندي ريليشن شيب، ريليشن شيب، في عندي اللي هو ديت اوف بيرث، تاريخ الميلاد، معلش، تمام. الديبندنت نيم بده يكون مثلا فار كار مكون من 20 30 حرف، تمام، ويكون نط نل، اضمن انه هو نط نل.
اصلا هو يكون جزء من المفتاح الاساسي، فاوريدي هو هيكون نضنل فما بيلزمش، يعني ما نكرر القيود، لانه البرايمري كي بيشمل النضنل وبيشمل البني. طيب الاي اس اس ان نمبر اللي هو راح يكون رقمه نوعه انتجر، هاي انتجر تمام، هاي فاصله منقوطه، وهو هيكون فورين كي، هيأشر على اصله، يعني نفس هذا، نفس هذا بالضبط. ناخذ الفورين كي هذا القيد هنا تمام، لقيتها بنرجع، يبقى ديبارتمنت نمبر فاركار 20. الاي اس اس ان هو فورين كي، فنوعه نفس يكون نوع اصله انتجر. الجندر نفس الحقل هذا ناخذه، يعني شوف في شغلات احيانا بكتبها خلاص ما عادش اكتبها مره ثانيه، بنسخها بستفيد من اللي كتبته قبل تمام. الريليشن شيب ايش بده يكون؟ اما دوتر مثلا صن، فممكن انا ايش اعمل؟ فاركار زي هيك تمام، احطه مثلا 20 حرف 30 حرف قد ما هو تمام، هاي 20 حرف، وممكن كمان اعمل عليه تشيك ان، بس انا ما بدي اعقدها كثير. ايش التشيك ان؟ ها خلينا نعملها تشيك ان، انه بس إنه مسموح انه مثلا صن ابن، يعني ممكن يكون دوتر تمام، ممكن يكون فادر ماذر، يعني وايف، يعني ممكن نقيده في شغلات، فانا ما بدي اقيده، بس يعني هي هذه واحده من القيود اللي ممكن ان احنا نحطها. هاي فاصله. ديت اوف بير طبعا بده يكون نوع ديت فاصله. الاي اس اس ان هذا اللي عندي هو فورين كي يشير الى الاس اس ان، فخليه زي ما هو، هاي فاصله. ايش في عندي ضل؟ ضل عندي البرايمري كي، البرايمري، فيش حق، فيش جدول من غير برايمري كي، فلازم احط برايمري كي. مين البرايمري كي؟ هو الديبارتمنت نيم تمام، نيم اوكي، الديبندنت عفوا نيم، معلش فاصله، الاي اس اس ان مع بعض الاثنين هذول هم البرايمري كي، ما بحطش فاصله لانه هذا اخر حقل واخر شيء بضيفه، بحط هنا فاصله. يبقى في عندي كم حقل؟ في عندي 1 2 3 4 5 حقول، اتاكد هي 1 2 3 4 5 حقول، في عندي فورين كي واحد، هي فورين كي واحد، واكيد في عندي برايمري، لازم يكون في برايمري كي، فهو عباره عن الاثنين هذا وهذا تمام. ضل عندي حقل الديبارتمنت لوكيشنز، ممكن احطه يعني مش مشكله المكان، خلينا نحطه هنا ارتب. هاي عندي كرييت تيبل تمام، بده يكون اسمه ديبت لوكيشنز، لوكيشنز تمام، او بده يكون في قوس هنا، ايش بده يكون اسمه؟ في حقلين، الديبارتمنت لوكيشن اللي هو اللوكيشن نفسه، يعني بده يكون فاركر مثلا مكون من 20 حرف تمام فاصله، وفي عندنا الدي نمبر اللي هو ديبارتمنت نمبر، بده يكون نوعه انتجر، واضح يعني هذه الشغله، لانه بده يشير لاصله. هم الاثنين برايمري كي، هاي البرايمري كي، ممنوع هم الاثنين مع بعض يتكرروا. هاي الديبارتمنت لوكيشن فاصله الدي نمبر، هنا ترتيب مش مشكلة هنا، لأنه أنا بقول إنه هدول الاثنين مع بعض ممنوع يتكرروا، فلو حطيت الديبارتمنت نمبر قبل الديبارتمنت لوكيشن مش مشكلة يعني. ها هنا عاد الفورين كي مين اللي هو اللي بتاع ديبارتمنت نمبر، خلينا ناخذ مثلا ننسخ هذا، أو هو نفس هذا هيكون، ننسخ هذا نفس هذا هيكون، نسكر البوس في الآخر فاصلة. هيك بنكون إحنا أنشأنا كم جدول؟ هاي 1 2 3 4 5 6، نتأكد انهم 6 جداول هنا، 1 2 3 4 5 6 جداول. كم فورين كي عندي؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 فورين كي، نتأكد انهم 8 فورين كي، هي 1 2 3 4 5 6 7 8 فورين كي. طبعا كل جدول لازم يكون فيه برايمري كي، نتأكد هي فيه برايمري كي، هي هذا برايمري كي، هذا البرايمري كي هيو، هذا البرايمري كي هيو، يعني الامور يعني ان شاء الله بتكون وضحت وسهله. اهم شيء نفهم مش نحفظ، مش حفظ الشغله، فهم، والاستيعاب بيجي مع الممارسه، يعني لازم هذا المثال تحلوه مره مرتين ثلاثه في البيت، تتقنه، واهم شيء لما تيجي تطبقه تنشئ داتابيز فاضيه، تتاكد انه انت بتنشئ قاعد على داتابيز فاضيه. فهيني انا عادتها بس فاضيه، جيت هنا كتبت على الاس كيو ال، الان مره واحده بعمل اكسكيوت للاس كيو ال، ما ننساش الفواصل المنقوطه هذول، ننساهم مش، فبس انفذ، هاي راح انفذ، راح تظهر عندي الجداول، يعني اذا كان في خطا او خلل املائي راح يبين عندي على طول. فهي اكسكيوت اس كيو ال
هاي في عندي خطأ إملائي، نتأكد. مش متعرف على تشيك إن. أوكي خلينا نتأكد منها. ما إيش الخطأ؟ الخطأ إنه أنا لازم أكتب تشيك إيش إن، مين اللي هو إن؟ هذا خطأ أنا وقعت فيه، فلازم أقول له تأكد إنه الجندر إن كذا، لازم نكتب اسم الحقنة. اوكي يبقى احنا ننساش لما نيجي نكتب تشيك نكتب بين قوسين كل الجمله تكون بين قوسين، فبنكتب جندر ان مثلا في ميل وميل، هنا نفس الشيء تشيك بين قوسين بنحط الجمله كلها بنحطها بين قوسين اللي هو جندر ان اف ام، تمام اف او ام تمام. كان في شويه اخطاء املائيه بسيطه، يعني مثلا هنا كان في خطا نسينا حرف او مثلا، رجعنا وهي هذه تشيك بين قوسين كل الجمله بين قوسين. لازم نذكر اسم الحقل اللي بنعمل فحص عليه، لانه هذه تشيك ممكن تكون في سطر لحالها، يعني ممكن مثلا هنا نحط فاصله وننزلها هي كلها سطر لحال، تمام، تصير تشيك عباره عن كونسترينت مستقل يعني او قيد مستقل، بس ممكن نكتبه قبال الحقل نفسه برضه، فما ننساش هذا القوس. هي القوس هذا تعال اللي هو فهي اكسكيوت، هي نفذنا، هي طلع لي الست جداول 1 2 3 4 5 6. اوكي لو نشوف كل ديزاين كل واحد منهم، هي الديزاين تاع مثلا جدول ديبارتمنت، هي جدول ديبارتمنت نقدر نشوف الكولومز، هيها الكولوم ديبارتمنت نمبر ديبارتمنت نيم والمانجر ستارت ديت والرقم المانجر، نقدر نشوف البرايمري كي هي، تمام، نقدر نشوف الفورين كي اللي موجود، تمام، هيو انه بنتاكد انه في عندي حقل بشير لجدول الامبلوي اللي هو جدول اللي هو حقل اللي موجود عندي مانجر اس اس ان، والبيرنت اللي هو اس اس ان اللي موجود في الامبلوي. في يونيك كونسترينتس فيش، في تشيك كونسترينتس فيش. تعال نشوف هنا في البروجكت في تشيك، لا اظن وين حطينا التشيك، في تاكد بالدور، هاي مثلا هذا تشيك كونسترينت، هاي الجندر تشيك انه الجندر ان اف اور ام. طيب الان اذا جمله كرييت استوعبناها وفهمناها، والكود هذا بنقدر الان احنا ايش نعمل، نعطله نعلم عليه كله، نضغط كنترول حرف الظا بروح بحدد لنا خلص هيك بعطله، يعني الان عشان نشتغل احنا براحتنا تحت. نيجي هلقيت انا اتعلم جمله مهمه جدا وهي جمله الاضافه انسيرت. جملة الانسيرت بنستخدمها عشان نضيف قيمة على الجدول، وهي بنضيف بيانات يعني على الجدول. فمثلا خلينا نبدأ، مثلا بنضيف بيانات متعلقة بجدول البروجكت. إذا بنتذكر البروجكت مكون من حقل، حقلين، ثلاثة، أربع حقول، اللي هو رقم البروجكت، اسم البروجكت، واللوكيشن، تمام، والديبارتمنت نمبر. اوكي ونرجع للرسمه، لو نتاكد من الرسمه نشوفها اللي هي المخطط اللي عندي اللي موجود في ار دي بلس، هاي بروجكت. اوكي بروجكت في عندي بروجكت نمبر، بروجكت نيم، بروجكت لوكيشن، والديبارتمنت نمبر اللي بيشير الى الديبارتمنت نمبر هذا اللي هو الفورين كي اللي هنا. فخلينا نرجع على الكود ونيجي نكتب هنا جمل اضافه. جمله الاضافه جمله الانسيرت، يعني خلينا نشوف برضو السلايد بتاعتنا اللي بتشرح جمله الانسيرت. لو رحنا على المواد الدراسيه شيل داتابيز، الفصل الرابع، هذا اللي اخذنا فيه التحويل، بس احنا انو فصل عندنا، الفصل الخامس اظن اسمه، صح؟ الفصل الخامس اخر شيء ضفناها قاعدة البيانات، هو الموجود الفصل.
اسكال صحيح، اسكال اسمه. هنيجي على اسكال، عندنا جملة اللي هي جملة الانسر، ادخال بيانات الى الجدول. الجملة بسيطة جدا، نكتب insert اللي هي معناها إدخال، تمام؟ أوكي، into إلى، يعني نكتب اسم الجدول وبنحط بين قوسين، بنسميهم بين براكتس هذول، هذا القوس المربع، هذا مش القوس العادي، قوس مربع هذا اللي هي، هذا قوس دائري بنسميه، هذا قوس مربع ممكن نسميه، تمام؟ بنحط أسماء الحقول اللي بدي أضيفها، تمام؟ بعدين بكتب كلمة values، values المقصود فيها القيم التالية، وكلمة values كلمة محجوزة، فممكن نلونها إحنا حتى باللون الأزرق، يعني هاي نجيبها تلون هي باللون الأزرق، كلمة محجوزة. في طريقة تانية إنه نعمل insert انتو، نكتب اسم الجدول بس من غير ما اكتب اسماء الحقول، وحط values على طول وحط القيم، لكن في هذه الحالة يجب ادخال جميع الحقول بالترتيب. طب اي ترتيب؟ الترتيب الوارد في مرحلة الديزاين وانا بصمم الجدول. تعال نشوف هذا مثال على التنين هذول، يعني واحد واحد. نيجي هذا، بدنا ندخل اللي هو بيانات البيانات عفوا المشاريع، فهي insert into اوكي جدول، ايش اسم الجدول اللي عندنا؟ جدول البروجكت، اللي هو جدول بروجكت زي هيك، تمام. بكتب بعدين بين قوسين زي هيك، بكتب اسماء الحقول اللي بدي ادخلها، يعني مثلا بدي ادخل البي نمبر رقم المشروع يعني، والبي نيم، نتأكد نشوف هاي ديزاين ايش فيه، هو في بي نمبر وفي بي نيم وفي بي ايش لوكيشن، بي لوكيشن ممكن اسيبه فاضي، والديبارتمنت نمبر كمان ممكن اسيبه فاضي، فيش ديبارتمنت نمبر لسه، تمام. هنا بتيجي اللي هي مسألة لما احنا نيجي نشتغل، يعني هذه نوت نل بترتبط بموضوع، لو رحنا على الكمباني داتابيز انه البروجكت هل يجب انه يرتبط بامبلي ولا لا، او هل انه يرتبط بديبارتمنت ولا لا، فالبروجكت بيتحكم في ديبارتمنت واحد وواحد فقط، فلازم يكون في له ديبارتمنت نمبر يعني، صح؟ فالمفترض في الديزاين احنا لما اشتغلنا هان لازم حطيناها هنا ايش؟ نوت نل، يعني لا يترك فارغة، لازم المشروع يكون تابع للقسم. فكيف هذه الخاصية بنحققها؟ بنحققها عبر النوت نل، خاصية النوت نل هنا، فهمتي؟ فإذا كانت هذه نوت نل، هذه الخاصية بتكون تحققت واحد وواحد فقط، إنه لازم يكون إجباري، إنه هذه ايش؟ العلاقة علاقة إجبارية، صح؟ تشاركية إجبارية يعني لازم، تمام؟ العكس انه الديبارتمنت ممكن يكون عنده صفر بروجكت او عده مشاريع. فايش اللي بنحكيه؟ اللي بنحكيه انه مثلا يعني هذا لو حطيناها نوت نل بصير اجباري انه لازم ندخل احنا رقم. طيب الديبارتمنت نمبر لو حطيناها نوت نل مره ثانيه، لو حطيناها نوت نل معناته انا هنا لما بدي ادخل بيانات، لما بدي ادخل بيانات على جدول البروجكت لازم اعطيه ديبارتمنت نمبر. طيب ديبارتمنت نمبر من وين بدي اجيبه؟ بدي اجيبه من جدول ديبارتمنت. طب جدول ديبارتمنت فاضي ما دخلت فيه بيانات، ففي هذه الحاله لازم اني ادخل بيانات في جدول ديبارتمنت في الاول. عشان هيك لازم لما اجي ادخل بيانات لازم اطلع انا مين هو الجدول اللي فيش فيه فورين كيز اجباريه، عشان انا او انه فيش فيه فورين كي بالمره عشان ابدا ادخل بيانات فيه بالاول، هو فعليا يعني هيك الصح. فهذه يعني النقطة يعني أحيانا بنقع فيها إحنا لما نيجي ندخل بيانات، بصير نقول والله ما عارفين ندخل بيانات، طب هو الديبارتمنت نمبر مطلوب، طب الديبارتمنت نمبر معناته لازم أروح على الديبارتمنت، طب الديبارتمنت أحيانا بكون فيه هو نفسه الجدول نفس مشكلة البروجكت، أحيانا بكون فيه حقول لازم تكون مدخلة من قبل،
فساعتها مين قبل مين اعبي يعني بيانات؟ فلازم انا ادور على حقل او ادور على جدول فيش فيه اللي هو الخصائص هذه، فيش فيه فورين كيز، وابدا ادخل فيه طب هم كلهم فيهم فورين كيز، يعني هذا كل الجداول فيهم فورين كيز، بابدا بجدول خلص ضعيف مثلا، يعني هذا الجدول الديبارتمنت نمبر الخاصيه هذه نت نل، احنا مش حاطينها نت نل، فممكن اسيبها نل مؤقتا على بال ما ادخل ديبارتمنت، بعدين اعاود ادخل ايش الارقام هان، فهمت يعني الشغله؟ لازم حتى هان مثلا لما اجي ادخل ديبارتمنت، طب مش لازم ادخل رقم المدير؟ طب هو رقم بينفع قسم ما يكونش فيه له رقم مدير؟ مبدئيا بدنا نحطه نل احنا، تمام؟ بعدين لما ندخل بيانات المدراء او بيانات الموظفين بنبدا نغير النل هذه ونحطها ايش، نحط لهم قيم. فلازم احنا نكون احنا واعيين لهذه النقطه، ما بينفع اني احط انا كل الفورين كيز احطهم نط نل نط نل نط نل، بصير فش جدول بقدر ادخل فيه بيانات، يعني لو هذا الحق النط نل وهذا الحق النط نل كلهم نط نل، بصير كيف بدي ادخل بيانات على الجداول انا؟ في مشكله راح تصير صح؟ فلازم يكون في جدول، اما ما يكونش فيه فورين كي يعني خلاص تصدف، يعني هاي هذا صدفه كلهم فيهم فورين كيز، جدول فيش فيه فورين كي ابدا فيه هو يعني ادخل بيانات، وبعدين بالتدريج اشوف وين بيانات تعتمد على بيانات، لانه البيانات اللي في الجدول هذا بتعتمد على البيانات اللي في الجدول هذا، فلازم الجدول هذا يكون موجود بياناته عشان اقدر اعبي في الجدول هذا، فطب ماشي هذا بتعتمد بياناته على هذا، طب هذا هو بيعتمد بياناته على نفسه، او بيعتمد بياناته على مثلا ديبارتمنت، لازم يكون في ديبارتمنت نمبر. طب ماشي ايش اعمل؟ فانا ايش بجيب في الاول؟ بدخل بيانات بتكون هذول بكون فيش عليهم قيود انه فاري يترك، لازم لا يترك فارغا، فبعدين بدخل الفورين كيز. فلازم ننتبه لهذه النقطه، واحيانا بنقع فيها يعني لازم احنا ننتبه لها عشان ما نقع فيها وعشان نتجنب. فمثلا هذا الديبارتمنت نمبر انت تسيبه فاضي خلاص ما بدي ادخله، دخل بس البروجكت نمبر والبروجكت نيم، نتاكد انه احنا هاي البروجكت نمبر بروجكت نيم، حتى اللوكيشن بديش ادخله بعدين بدخله لانه هو ممكن يترك فارغ. طيب نيجي للاس كيو ال، طيب ايش بدنا نعمل؟ فاليوز يبقى هي بدي اقول له انسرت انتو بروجكت، بس بروجكت نمبر وبروجكت نيم، ايش القيم اللي بدي ادخلها؟ تمام فاليوز، وشوفوا كيف دخلت انا في هنا خطا وقعت فيه معلش، يعني مع السرعه نرجع حالنا على القيمه، المفترض اني احط انا هذا القوس مش هذا، هذا القوس حطيناه هنا في الجمله عشان ابين لك انه هذا اختياري، انه هذه الجزئيه اختياريه. نيجي هنا نستدرك الخطا، هذا مش قوس زي هيك، لا قوس عادي زي هيك. قواس عادي، مره ثانيه هذول قواس عادي. تمام فاليوز بنحط القوس هذا. طيب ايش البروجكت نمبر بدنا نحطه؟ مثلا نحط المشروع رقمه 100، نبدا ب 100 مثلا فاصله. المشروع الاول اسمه بروجكت واحد، ولاحظوا انه حطيت بين قوسين سنجل كوتيشن، يعني اللي هو العلامه المفرده هذه مش دبل كوتيشن، هذه بنسميها اللي هيك دبل كوتيشن مش دبل كوتيشن، احنا بدنا نعمل سنجل كوتيشن. سنجل كوتيشن كيف باخذها؟ لما يكون الكيبورد انجليزي، هاي الكيبورد انجليزي عندي، بضغط على حرف الطاء على طول هيك من غير لا شيفت ولا حاجه، تمام؟ لكن الدبل كوتيشن باخذها بشيفت هيك، تمام؟ احنا بدنا سنجل كوتيشن. هاي بروجكت واحد، بسكر القوس بنحط فاصله من بطن. نجرب الجمله هذه نشوف كيف. تمام فننفذها، هاي عملنا اكسكيوت. لاحظوا انه هيو ايش قال لي؟ one row affected، هو مش راح يبين لي شيء يعني. ليش؟ لانه هو ادخل بيانات على الجدول وخلص. one row affected كلهم one row. تعال نتاكد، طيب كيف نتاكد انه ندخل بيانات؟ نروح على جدول البروجكت، هينا جدول البروجكت. رحت على الديزاين تاعه، الديزاين ما ببينش شيء. بدي اروح على الداتا تاعه، هاي الداتا. هاي البروجكت نمبر 100. البروجكت نيم قديش؟ البروجكت نيم اللي هو بروجكت واحد المشروع الاول يعني، وهذا نل نل. تمام؟ طيب لو بدنا ندخل بيانات ثانيه بينفع ادخل كمان نفس الشيء هيك اعمل اكسكيوت؟ ايش راح يقول لي؟ راح يقول لي اليونيك كونسترينت تاع البروجكت نمبر، لاحظوا انه البروجكت نمبر هو البرايمري كي. طيب ليش ما قاليش البرايمري كي كونسترينت؟ لانه قلنا البرايمري كي فيه خاصيتين اللي هو اليونيك والنت نل. احنا ال 100 الان رحنا قلنا له ضيف لي 100 كمان مره، فهو موجود ال 100، رقم 100 موجود، المشروع رقم 100 موجود، وراح يقول لي انه الخاصيه هذه او الكونسترينت هذا تم ايش انتهاكه،
فما بينفع انه احنا نضيف رقم جد ورقم مشروع بنفس الرقم. فمثلا خلينا نغيره هذا، نحطه مثلا الجد مثلا 200 مثلا، تمام، والمشروع الثاني هاي، تمام، هاي اكسكيوت بنفذها، هاي نفذها، ما ببين عندي، ما بشوف. كيف بدي اشوف محتويات الجدول؟ في امر بقدر اشوف عن طريق محتويات الجدول، لو انا عطلت هذا، في امر راح نتعلمه بالتفصيل، بس خلينا نتعلمه الان ببساطه. بكتب كلمه سيلكت، سيلكت معناتها اختار يعني. طيب ايش النجمه هذه؟ النجمه معناها كل الحقول، راح نتعلمها الجمله هذه، مش مشكله يعني، راح ناخذها بالتفصيل. فروم بكتب اسم الجدول، ايش اسم الجدول اللي عندنا؟ بروجكت، تمام، هاي فاصله منقوطه ما ننساهاش. سيلكت اول يعني كل الحقول فروم بروجكت، من جدول البروجكت. لو عملت اكسكيوت هي راح تجيب لي البيانات تحت، بدل ما ظني اروح اقول له تعال على الداتا انا اشوف ايش صار، تمام، لا خلاص هاي سيلكت اول فروم بروجكت. نضيف يلا بيانات ثانيه، يبقى احنا ضفنا، خلينا نرجع ال 100 ونرجع واحد ها، وبنعطله هذا السطر بدل ما نحذفه، نعطله، نيجي نحط كمان سطر ثاني، كمان سطر ثالث، هذا ابو ال 200، تمام، ثلاثة اللي هو البروجكت الثالث اللي رقمه 300، تمام، بدنا نضيفه، فهي اكسكيوت راح يضيف، بعد ما يضيف راح ينفذ جملة السلكت هذه، فهي راح طلع عندي البروجكت الثالث معي على قد البروجكت، تمام. خلينا هذا عدد قد 3 بروجكت. نيجي نتعلم الجملة الثانية الآن، أو النموذج الثاني من الجملة، اللي هو إنه أنا ما أستخدم أسماء الحقول زي هيك. تعال نشوف، نيجي نقول له insert into برضه جدول البروجكت نضيف عليه، بس على طول بدي اكتب values القيم التالية. طيب على أي ترتيب بدي أعتمد؟ على أي ترتيب؟ بدي أروح على جدول البروجكت واروح على الديزاين واعتمد على الترتيب هذا، اول واحد اللي هو البروجكت نمبر، ثاني واحد البروجكت نيم، لازم كلهم، ما بينفعش استثني منهم شيء. ثالث واحد ايش؟ البروجكت لوكيشن، رابع واحد ايش؟ ديبارتمنت نمبر. طيب يا استاذ هذول بدنا نحطهم نل نفترض، هات نشوف ايش بدنا نشتغل، يلا واحده واحده. هاي مثلا نسميه الرقم رقمه 400، هاي ال 400، تمام؟ اسمه بروجكت، هاي بروجكت 4، تمام؟ الاسم، بعد هيك ايش بيجي؟ بيجي نرجع عفوا هنا ديزاين، بيجي اللوكيشن، وممكن نعتمد برضو على الكود هذا اللي هو هي البروجكت، بروجكت بروجكت وين فوق فوق فوق، اول واحد هو البروجكت، الترتيب هذا بروجكت نيم، بروجكت نمبر، بروجكت نيم، لوكيشن، ديبارتمنت، يعني الترتيب هذا برضو هو نفس الترتيب هذا اللي في الديزاين، تمام. نيجي نرجع، يبقى اول حقل البي نمبر، ثاني حقل البي نيم، ثالث حقل اللوكيشن، ممكن نكتب مثلا لوكيشن 4، اوكي، اللوكيشن الرابع مثلا، تمام، بدناش نسيبها. طب الاخيره بدنا نسيبه فاضي، نل، فش عندي ديبارتمنت نمبر، فش عندي بيانات في الديبارتمنت، بكتب نل، نل معناها يعني هذه القيمه حط لي اياها نل، يعني فاضي، ما تسيبها، يعني لازم اعطيه قيمه. طب ما هو ما فش ديبارتمنت نمبر لسه، ما حطيت بيانات في الديبارتمنت، فحطها نول. ماشي، نشوف هل هينفذ، هاي اكسكيوت، هاي نفذها، نفذ الجملة، وبعدين راح اعمل سيلكت اول، هاي راح طلع عندي بروجكت 4، هاي لوكيشن مش نول، لوكيشن لوكيشن 4، هاي دخلت لوكيشن 4، بس الأخيرة ايش؟ نول، هاي نول. طبعا نول تكتب بالطريقة هذه، يعني ما نكتبها بالأو ولا يعني ما نألفها يعني من عندنا، لأنه راح مش راح يتعرف عليها، لانه هذا المفترض اعطيه انا ايش؟ رقم. فبدل ما يعني مثلا ديبارتمنت نمبر مثلا رقم 5، ديبارتمنت رقم 5 لو في ديبارتمنت زي هيك، بس انا ما في عندي رقم. نل بتنفع في اي نوع بيانات، لما انا بدي اتركه فارغ، ماشي، فبنكتب نل زي هيك. نكمل، يبقى فهمنا جمله الانسيرت اليوم، شفناها برضو انسيرت انتو، هاي اسم الجدول، ممكن اكتب اسم حقل، حقلين، ثلاثه، مش شرط بالترتيب كمان يعني، بس كيف بصير الترتيب هنا، هاي بي نمبر، هنا بي نمبر، لازم هنا بي نيم، هنا ثاني شيء بي نيم، يعني ممكن اعكسهم هنا، لو انا بدي اضيف هاي انسيرت انتو، تمام، مثلا البروجكت،
برضه تمام. بس بدي اضيف بي نيم في الاول، اسم المشروع في الاول، بعدين البي نم، بعدين البي نمبر، بعدين البي لوكيشن. ها هاي فاليوز، يعني هاي في عندي عده خيارات فاليوز، المهم انه التزم بالترتيب هذا. البي نيم، هاي بي نيم، هاي اسم المشروع بروجكت مثلا خمسه، حرف الطاء اللي هي يعني انساش انه هذا نص، هذا نص، انه فاركار نوع البي نيم، فاركار لازم نص نعطيه له زي هيك، لكن الارقام ما بنحط لها قواس، خلص هيك. اي مثلا رقم المشروع 500، خلص هيك حاف. البي لوكيشن نص، فلازم اعطيه هيك دبل سنجل كوتيشن قلنا عنها، فبتسميه لوكيشن مثلا 5، لوكيشن 5. وهي بسكر القوس وبحط الفصل الموجود. هذه خلينا نعطلها لانه ما ينفعش نكررها. ننفذ هذه البي 500، هاي اكسكيوت، وطبعا معاها جمله سلم، هاي اكسكيوت، هاي نفذ. شفنا كيف احنا نشتغل جمله الانسيرت، سهله جدا جمله الانسيرت، وهي الجمله اللي اليوم تعلمناها جديد. احنا اخذنا كرياد المحاضره الماضيه، بس اليوم طبقناها، طبقناها بمثال كبير، هي شفنا فيه خصائص كثير. ننجز الان اللي اخذناه اليوم، يبقى اليوم احنا اخذنا مثال الشركات، المثال اللي هو تعلمناه في السكيما هذه، قلنا هذه السكيما بطلع عليها ومباشره بطبق، مش زي الاي ار دايجرام، فرق بينها وبين السكيما، انا بتبين لي الفورين كيز، بتبين لي العلاقات بين الجداول مباشره، هي هيك مختصره بتكون تمام. تمام، باجي بحط هنا اللي هو جمل كرييت، هذا هم كرييت تيبل، بحط اسم الحقول ونوعها والقيود اللي عليها اذا كان في قيود. شفنا كيف نعمل فورين كي، هي باستخدام ريفرنسز، وهي مثلا قيد يونيك، في عندي قيد فورين كي، في عندي مثلا قيد هاي برايمري كي مكون من حقلين. شفنا تشيك وننساش القواس، انا نسيتهم في الاول، هذول القواس، القوس هذا والقوس هذا، وبرضه تشيك ان لازم برضه نحط هذول في القواس، اللي هو بيفحص انه الجندر بين يا اف يا ام. احنا خلينا ندخل بيانات كمان شوي للامبلوي، نجرب نشوف اف وام هذه بدها تشتغل. It works on هاي عملنا تشيك للاورز انه اكبر من زيرو، لانه هو عباره عن انتجر، فالانتجر بنقدر نعمل عليه مقارنات اكبر من اصغر من وهكذا. شفنا كيف نعمل انسيرت، انسيرت انتو جدول وبنعطيه اسماء الحقول وقيمهم، ممكن بالترتيب، مش بالترتيب مش مشكله، لكن لما نعطي اسماء الجدول، اسم الجدول زي هيك بروجكت فاليوز على طول، ايش بعمل؟ ما مجبر اني ادخل كل الحقول وبالترتيب، اي ترتيب نيجي على الديزاين هذا بنشوف الترتيب هذا. فالقيمه الاولى هو بروجكت نمبر، بروجكت نيم، واللوكيشن، والاخر شيء ديبارتمنت نمبر، بسيبها نل، انا بحطها نل لانه ما في ديبارتمنت عندي. دائما لما نعمل برضه انسيرت لازم انتبه في مشاريعي خاصه، لازم انتبه انه لما بدي اعبي بيانات لازم اطلع على المخطط هذا واشوف مين في جداول فيش فيها فورين كيز وابدا فيها اعبي بيانات، او انه فيها فورين كي مش نط نل، يعني ممكن احطها نل يعني. تمام، يعني شوي شوي لازم نتعود انه احنا ننفذ. لو اخذنا جمله السلكت هذه اللي بتعرض لي كل البيانات اللي في جدول البروجكت باختصار، راح ناخذها بالتفصيل هذه ان شاء الله لاحقا. هاي اللي اخذناه اليوم كله. بدي بس انا اورجيكم نشوف مثال ثاني على جمله الانسيرت، يعني لو بدنا نعمل انسيرت انتو امبلوي، هاي انتو امبلوي، خلينا بس نجرب تشيك ان بس هاي الاس اس ان اسماء الحقول، بس نتذكر هاي ديبارتمنت، هاي امبلوي، باجي على ديزاين، في عندي اس اس ان هو الاجباري مع الفيرست نيم واللاست نيم بس، والباقي كله مش اجباري، فبحط هاي الفيرست نيم فاصلة لاست نيم، الباقي مش اجباري. يعني خلينا بس نجرب نحط اللي هو الجندر، نجرب جندر، نحط اللي هو قيم اللي هي اف وام، هذه نشوف هاي فاليوز. تمام، الاس اس ان مثلا موظف مثلا الاول، خلي رقمه واحد مثلا فاصلة، مثلا اسمه مثلا علي. تمام، اللاست نيم مثلا اسمه مثلا حسن. تمام، اوكي بس ما انساش يعني فاصلة. الان الجندر مثلا بنحط اللي هو ام زي هيك، ام
هاي فاست والباقي نل، كله خلص ديفولت فاليو بخذهم نل. يعني اللي ما بنذكرهم هنا ايش الفاليوز تاعتهم بتكون؟ يا انا ايش بتكون؟ نل كل زي كانك حطيت نل زي هيك. اوكي طيب نفذ هذه، خلينا بس هذه نعدلها ونقول له هات كل شيء مش في البروجكت في الانجليزي. هاي اكسكيوت، هاي شفنا، هاي علي حسن، هاي ايش الجندر ام. طب نجرب نفس الحقل نشوف هل هيعمل فيوليشن للتشيك نفسه. نحط مثلا رقم 2 تمام، مثلا اسمه علي وليد واحد مثلا زي هيك وليد. هنا نحطه مثلا اي رقم ثاني مثلا هاي كي مثلا. نجرب ايش راح يعمل، راح يقول لي تشيك كونسترينت فيوليشن. شفتي تشيك كونسترينت، وتعلمنا المرة الماضية قلنا عشان اسم الكونسترينت يجي لي صح قلنا بنعطي اسم للكونسترينت. شوفوها في الفيديو السابق كيف نعطي اسم للكونسترينت، بصير حتى الكونسترينت نفسه يطلع لي بالاسم، يقول لي الكونسترينت الفلاني اللي اسمه هيك هو اللي فيه مشكلة، هو اللي صار فيه خلل. تمام، هاي هنا مثلا ام ننفذ نعمل اكسكيوت، هاي طلع عندي مظبوط. اوكي يبقى هيك احنا انتهينا. المحاضرة الجاي بنكمل في الاس كيو ال، راح ناخذ جملة الابديت، يعني هي هذه جملة الانسيرت وهي مثال على الانسيرت برضه شوفوه. راح ناخذ جملة الابديت والديليت، جمل سهلة جدا. ممكن نبدا في السلكت قبلهم، يعني نمر على السلكت ناخذ شوي منها عشان الابديت مرتبطة بالسلكت شوية راح نتعلمها. فيا ريت تحضروها المحاضرات هذه على اساس انه تيجوا جاهزين، وراح اعطيكم واجب تتدربوا فيه على الكرييت وعلى الانسيرت ان شاء الله. يعطيكم العافيه، يعطيك العافيه. الاء اسمك قلتي لي؟ ايش لسه؟ الاء